مرحبا، ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. قبل أن أبدأ بأسعار اليورو، أريد أن أشير إلى محضر لجنة السياسة النقدية الذي صدر أمس بعد أن كان قد اجتمع الفيدرالي في 13 من حزيران الماضي، وكان هناك انقسام بآراء من أعضاء هذه اللجنة، حيث أن كانوا يتكلمون عن توقعات التضخم وتأثيرها على رفع أسعار الفائدة في المستقبل، على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة قد تم ب 25 نقطة أساس في الاجتماع الماضي، إلا أن يعتبرون أن الأوضاع المالية لن يكون هناك تضييق للأوضاع المالية. ربما قد يكون هذا لأن الأسهم للمؤشرات الأسهم أي مؤشر داو جونز وناسداك وستاندرد أند بورز قد كان هناك ارتفاع في مؤشرات الأسهم، وكان هناك تراجع في بعد هذا الإعلان، تراجعت الأسهم الأمريكية قليلا، لكن ارتفعت العوائد على سندات الخزانة، وكذلك ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات. وهنا أريد أن أشير إلى أن كان هناك تصويت في الجلسة، حيث كان هناك صوت واحد لعدم رفع أسعار الفائدة وثمانية أصوات لرفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ونذكر أن قد يكون هناك ثلاثة مرات رفع لأسعار الفائدة هذا، أو حتى منذ ستة أشهر تقريبا. وطبعا هذا يشير إلى أن هناك ثقة في النمو الاقتصادي وأن تأثير التضخمية قد يقلص من معدلات البطالة في الولايات المتحدة. وأريد أن أشير إلى ما قالت عنه جانيت يلين، أن التضخم حاليا هو مرتفع وأن هذا التضخم المرتفع مؤقت وأن أسعار الفائدة يجب أن يتم رفعها في الاجتماعات القادمة. ولكن بعض المحللون يقولون أن هناك صعوبة في تقليص التضخم الذي وصل إلى مستوى المحدد من البنك الفيدرالي وهو 2%. لكن المسألة الأخرى التي تطرق لها في هذه اللجنة كانت في تقليص محفظة البنك من سندات الخزانة المالية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، حيث وصل إلى أكثر من 4 تريليون دولار، وطبعا هذا سيؤثر في المستقبل على قرارات رفع أسعار الفائدة. الآن أبدأ بأسعار اليورو، حيث نرى أن هناك تداولات بعض الشيء منخفضة في الجلسة الآسيوية اليوم ليصل إلى مستويات 1.13 سنتا. المتوسط المتحرك حاليا يدعم السعر في الارتفاع، ومؤشر الستوكاستيك حاليا يصل إلى مستويات الأكثر من 50 ويعطي إشارات إيجابية لليورو في الارتفاع. وأما مؤشرات إيجابية ظهرت في المنطقة الأوروبية كانت مبيعات التجزئة ومديري مشتريات الخدمات، حيث ارتفع بأكثر من التوقع لهذه المؤشرين، وهذا ما دعم بعض الشيء في تداولات اليورو. أما في الانتقال إلى الباوند، فهناك تداولات سلبية بعض الشيء للباوند أمس، لكنه عاد وارتفع اليوم مدعوما بالمؤشر بالمتوسط المتحرك ومدعوما بمؤشر ستوكاستيك، حيث يصل إلى مستويات 80، وهذا قد يدعم السعر في الارتفاع لأنها مستويات تشبع في الشراء ومستويات جيدة للباوند. لكن المتوسط المتحرك هنا يضغط بطريقة إيجابية على السعر. أما من ناحية البيانات الاقتصادية، أريد أن أشير إلى قطاع الصناعة التحويلية في بريطانيا الذي انخفض وأثر سلبا على الباوند في تداولات أمس، وكذلك قطاع الخدمات حيث هبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهذا أثر سلبا بعض الشيء في تداولات الباوند. أسعار الذهب قد انخفضت في تداولاتها أمس لتخترق مستوى الدعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38% عند مستوى 1229، وتستقر اليوم في مستويات دون هذا عند 1224، حيث تحول مستوى فيبوناتشي إلى مستوى مقاومة بدل أن يكون مستوى دعم. واليوم تداولات جيدة بعض الشيء للذهب، وقد يخترق هذا المستوى في التداولات القليلة القادمة. مؤشر ستوكاستيك يدعم بطريقة إيجابية أسعار الذهب، وقد يصل إلى مستويات 80، حاليا هو دون هذا المستوى، قد يصل إلى هذه المستويات ويدعم أسعار الذهب في الارتفاع. متوسط متحرك 50 ويضغط سلبا على أسعار الذهب، لكن المتوسط متحرك 12 يضغط بطريقة إيجابية. أما من ناحية البيانات الاقتصادية، فانخفاضات أسعار الذهب تأتي من بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي قوى بعض الشيء أسعار مؤشر الدولار وضغط سلبا على أسعار الذهب، وطبعا إشارة إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة يؤثر بطريقة عكسية ويقلص من أسعار الذهب ويضغط سلبا، بينما يحسن أسعار الدولار. النفط، نرى أن هناك تداولات سلبية كانت أمس ليخترق مستوى الرأس والكتفين الذي يظهر في الرسم البياني، و
وهو دون مستوى ال 45 دولار، لكنه عاد وارتفع اليوم ليسجل مستويات ال 46 دولار للبرميل، وهذا يعطي إشارات إيجابية، حيث نتوقع أن يصل إلى القناة الساعدة التي تظهر في الرسم البياني عند وقد يلتقي مع المتوسط المتحرك عند مستويات ال 46.50 دولار للبرميل. مؤشر ستوكاستيك حاليا يعطي بعض الإشارات الإيجابية، لكن لا نتأكد من احتمال استمراري في الارتفاع، لأنه لن يخترق مستوى ال 50 بعد، فنحن لا نتوقع، لا نعرف ما إذا كان سيلقى طريقة إيجابية، لكن الاحتمالات أن يكون هناك طريقة إيجابية إلى عرضية في تداولات النفط. التأثير السلبي للنفط كانت بسبب الارتفاعات في صادرات النفط من منظمة أوبك للشهر الثاني على التوالي، وطبعا هذا ما أدى إلى ارتفاع الدولار، وطبعا هبطت أسعار النفط. وأما في تحسن أسعار النفط قليلة اليوم في تداولاتها يأتي بعد خفض المخزونات الأمريكية. طبعا هنا أريد أن أشير إلى أن روسيا وهي جزء من اتفاقية أوبك قالت أنها لا تنوي تخفيض النفط أكثر من هذا الحد، وطبعا منتجين رئيسيين في النفط قد عرقلوا هذه الاتفاقية ودعموا الارتفاع للمخزونات أو للإنتاج. أما أسعار الداو جونز فحاليا لا تزال تتداول في نطاق عرضي وتسجل مستويات تاريخية عند 21450، وقد تصل إلى 21500، لأن الأسهم في قطاع التكنولوجيا هي مرتفعة، لكن ما ضغط سلبا في الآونة الأخيرة على أسعار على مؤشر الداو جونز كانت بعض من قطاعات النفط، من قطاعات الطاقة، لأن أسعار النفط قد انخفضت، وحاليا هو نتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية قد يلتقي مع ترند الصاعد، أي عند المستوى 21600 نقطة. مؤشر ستوكاستيك حاليا يعطي بعض الإشارات الإيجابية للداو جونز. أما في الأجندة الاقتصادية فنحن نترقب اليوم خطاب من رئيس ترامب، فهذا طبعا سيؤثر على الدولار، لأنه أريد أن أشير إلى أن تم تأجيل التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية، وهذا ما أثر سلبا على الدولار في تداولات مطلع هذا الأسبوع، لذلك خطاب ترامب طبعا سيتطرق إلى هذا الأمر. وهناك اجتماع في المنطقة الأوروبية للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، وطلبات إعانة البطالة المستمرة والمبدئية اليوم. شكرا للمتابعة، وطبعا للمزيد يمكنكم زيارة موقع تداول على tadawal.com، حيث آخر الأخبار الاقتصادية وآخر التقارير الفنية والأساسية. شكرا للمتابعة.